السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مبروك عليكم هذا الشهر، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله باذن الله. تكون علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله ومغفره للذنوب. المهم اليوم كما كتشوفوا غادي نشارك معكم اولى التحضيرات اللي هي غسيل الزنجلان. يعني كنبداو بالعسل والزنجلان هو الاول كيتغسل. المهم انا بديت ان شاء الله ب غسيل الزنجلان. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي الزنجلان البلدي، فخديته هنايا غادي نغسلو. كنكب عليه الماء، كنديرو في اناء يكون بيض، من الاحسن يكون بيض باش كيبان لينا واش نقى ولا لا. ف الا كان شي بانيو هكا بيض فكيعاوننا مزيان. كما كتشوفوا انا خويت عليه الماء وكنحركو بحال كنفركو شي شويه باش لا كان شي حجر. هذاك الحجر اللي كيكون كيدوب فراه كيدوب وكيهبط، كيولي تراب وكيهبط لتحت صافي بحال ما هذا الشكل. المهم بالنسبه لهاد كيفاش تعرفوا الزنجلان باللي، فهو كيكون حمر، تيكون اللون ديالو حمر، وكتكون الحبه ديالو الا عضيتيها كتكون تامره، يعني ما كتكونش خاويه، ماشي بحال الزنجلان الرومي. وحتى المذاق ديالو كيكون زوين، كيكون بنين. فهنايا ملي كندير ليه الماء فكناخذ غربال او نصفايه تكون رقيقه، يعني رقيقه ماشي داك اللي غادي تدوز لي الزنجلان نضيعو. يعني انا هذا الغربال اللي كنا نغربل به الدقيق ماشي الزرع، حيت هذاك غادي يضيع لكم الزنجلان. المهم هذا غادي يهبط لي غير الحجار وغير التراب وديك المهم دوك البقايا اللي كيكونوا صغار، وغيحافظ لي على الزنجلان ما يطيحش. فاشنو كندير؟ كنبدا نكب عير داكشي الفوقاني، كنزيد الماء وكنكب عير الفوق هكا، نتوما تشوفوا معايا. بالنسبه للبنيات اللي هم مبتدئات اولا اللي ما كيعرفوش يغسلوا الزنجلان وكيحصلوا فيه، فبالنسبه للزنجلان راه حنا كنغسلوه هذا باش كنقيوه، يعني ما كنسبقوش التنقيه عاد باش الغسيل. وخذوا من الافضل الزنجلان يكون زوين. كتشوفوا معايا يعني كنكب غير داكشي اللي الفوق، كتبقى ديك الحجاره وداكشي كيبقى لتحت. داكشي علاش قلت لكم الافضل انكم تستعملوا شي حاجه بيضاء فكتعاونكم بزاف. صافي بحال هذا الشكل. بالنسبه لعدد المرات ديال الغسيل على حسب الزنجلان واش فيه تنقيه اولا نقي، يعني تقريبا كيكون مجني مزيان يعني على حساب الجني ديالو. هنايا كتشوفوا راه كاين التراب لتحت، بقى لي التراب والحجر، راه غير ما كيبانش مزيان، كاين التراب وكاين الحجر. فهنا صافي هذاك الشيء راه ما غاديش نضيع معاه راسي اولا غادي نصدع راسي، فغناخذ شبكه اخرى وغادي نديرو فيها وغنخليه بوحدو غنعزلو باش ما نضيعش المقام لابزه معاه وما نضيعش الزنجلان الاخر. غنحاول نعزلو بوحدو، هذه هي طريقتي. كيبقى هذاك الشيء اللي كيبقى حتى لتحت كنعزلو بوحدو حيت كيكون فيه نسبه ديال الزنجلان. هنايا هذه الغسله الثانيه غادي ندير نفس الطريقه كما كتشوفوا معايا، كنحمر عليه بالماء صافي، وغادي نحركو هكا شويه باش الا كانت شي حجره كما كنقول لكم، كانت شي حجره بحال هذاك التراب كيكون بحال غير تراب ومجموع، فكنا نعاونو انه يتحل ويهبط لتحت. صافي بحال الطريقه نجيب الغربال ديالي اللي كيعاونني بزاف حيت كيكون كبير شويه وما كيضيعش لي الزنجلان، ما كيهبطش منه. احسن طريقه بالنسبه لي انا احسن من الصفايه هو الزنجلان، هو الغربال اللي كنغربلو به الدقيق، ماشي هذاك اللي كنشططو به، هذاك الوسطاني يعني كنحيدو به داك النخاله الغليظه، هو هذاك اللي كنستعمل. كنعمر بالماء وكنكب عير الفوقاني
صافي كنزيد الماء كنخلط وكنكب بها الفوقاني، وغنستمر في هذه العمليه حتى غادي يتنقى لي القاع ديال البانيو، ما نبقاش نلقى فيه الحجر الحجر الضراب. هذه هي المره الثانيه، باقي عندي الحجر كنلقاه لتحت. كاين واحد الزنجلان اللي كيكون كيتباع نقي منقي، هذا راه تقريبا حتى هو منقي، ولكن ملي غسلته راني لقيت فيه الحجر بالتراب. بالنسبه للثمن ديال هذا الزنجلان بشحال خديته، اللي غادي يبغي يعرف الثمن فهنا هذا 50 درهم بلدي. اما الرومي راه داير غير 25 درهم، كاين اللي وصلت ل 30 درهم. كما كتشوفوا معايا هذاك اللي كيبقى في القاع فيه الحجر والتراب فكنعزلو بوحدو. وبالنسبة لواحد النصيحة كذلك للأخوات، الزنجلان ملي تبغي تشريه قلبيه، إلا لقيتي فيه الزبل ديال الفار فما تشريش، بلا ما تجيبيه للدار وتقولي غادي نغسلوه صافي فما تشريش من الأحسن، حيت مادام لقيتي الزبل يعني ف يعني داك الزنجلان راه مسخ. الأحسن خدي زنجلان نقي، وخذ شوية زايد الثمن ولكن راه أفضل. الزنجلان لقيتي فيه هذاك الشيء ديال الفار فبلا ما تشريه، قلبي مزيان ولا جبتيه حتى الدار ولقيتي فيه فرجعيه لمولاه عادي. يعني حنايا ان شاء الله غادي نصومو به رمضان، وبغينا شي حاجه صحيه ماشي نمرضو. كما كتشوفوا نفس العمليه غادي نعاود نكررها المره الثالثه، يعني كنخلط وغادي نزيد تقريبا هنايا. انا غادي نغسل اربعه المرات كما قلت لكم، عدد المرات راه ما كاينش يعني ثلاثه ولا جوج، لا غنقول لكم الاربعه على حساب الزنجلان كيفاش داير. راه اللي الا كان نقي بزاف راه تقدري ديري ليه غير زوج صافي، ما تبقايش تلقاي فيه الحجر والضراب. الا كان عاوتاني راه كيكون سي الزنجلان اللي فيه تنقيانيز، كيوصلت لسبعه المرات ديال الغسيل. يعني هنا يكمشتو المرة الثالثة راه بدا كيتنقى عندي، مبقيتش كنلقى بزاف ديال الحجر والتراب. المهم مرحبا بكم، عاود كنقول لكم مرحبا في القناة ديالي والجدية مع نادية. إلا وصلتي حتى لهنا ديري لايك أولا دير لايك، واللي ما مشتركش يشترك. نتمنى إن شاء الله أنكم تعاونونا نزيدو بهاد القناة القدام وتشجعونا لتقديم الأفضل. مرحبا بارائكم في التعاليق، ويمكن ما كتشوفوا هنايا هذاك التحتاني ما كنحاول ما نخلطوش مع الزنجلان. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه.